السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خضرماد نايت، رجعت لكم بحلقة جديدة من اعتبر اول ستايلز. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير ودعمونا عشان نكبر القناة. طبعا خلف الكواليس لعبت، جبت كؤوسة، جبت زيادة 400 كأس، فقربت من الميجا بوكس. وطبعا تحت راح اجمع، بس جيب هذا البيج بوكس اللي من بعد هيدا الميجا راح افتح النهاردة معكم بحلقة لهن 5 بيج بوكس وميجا و3 برول، بنشوف اذا بيطلع لنا فيهم شخصية. فاليوم انا عم حاول اخلي 26 وعندي كولت، فراح شوف اول شي بستو، اذا عم نخسر فيه اكتر بنحط كولت وبنجرب. فراح نلعب برول بول لانه كتير منيح فيها ستو، وكمان بعد شوي بنرجع بنحول على الشو داون لانه كمان حلوة. فاللي ضدنا كتير قوايا، مع بيبي و شالي وناني. اوكي بيبي قوية. اوكي رفيقنا عمل غلطة خلاني يحط جول، بس ما بيأثر. اوكي شكلنا مش رح نقدر نحط جول. اوكي ما رح نقدر نحط جول، كانت قدام بس اللي معنا ما بعرف ليش ما سلمنا، بس ما بيأثر بنجرب مرة تانية بنرجع. طيب هجموا مش طيب للأسف، يعني خيي عمل غلطة بس ما بأثر، بعتقد رح نخسر لأنه كل أحوالنا أقوى مننا. اوكي كان هي لي 7 اصلا، صراحة المنافسة كتير صعبة وانا امرار بطل احكي لانه كون مركز نحاول نربح، وشكل اللي معنا لعيبة اصلا هي باور 10، فرح نحاول نحط شو داون انه كمان منيح بس سريعة الدمج اعلى. انا بحب الشو داون بيعلى الدمج، فراح نشوف. طبعا خيي كمان عم بخلي بيت رانك 20 وانا عم خلي ستو كولد، بس بالبداية على ستو. طيب انا عندي صندوق، انا كسر معنا 3 كتير منيح، وفي هون شلي دغري بنقتلها. اوكي هون في بو، اوكي بيت 900 كتير قوي، ففينا نتحد ونغدر معه، فينا نتحد معه ونغدر. انا مرة عاملها خلف الكواليس وهن عم يتحدوا معنا صدقوا، بس دمج كتير عالي بروك. اوكي هلا معنا 8 كتير منيح، بس مش عارف من اللي ضدنا، ان شاء الله ما يطلع كتير قوايا. اوكي اوكي اللي ضدنا ليون وسبراوت، ستراوت ليون وستراوت معهم 9، ستراوت صعب. ستراوت بيعطيني 2000 2500، انا معي 9 بس ما بقدر.
اوكي مستحيل يقدر له. وكمان ربحنا، وكمان اجا الكون شور ايفنت انا بدي اياه، لانه بدي اطور عندي كتير ابطال طورون. بس كارل وروزا وجيسي خليهم بور 6، لانه بس خليهم بور 7 ببلش يطلع لي جادجس، وانا بدي يطلع لي بدي يطلع شخصيات، فراح طوره بس ديناميك. وبعد بدي 10 توكنز بقدر طوره، 10 كوين كل بس يجي المود، كل 10 توكنز يعني كل حبة توكنز حبة مصاري، حبة كوين. اوكي حطوا جول. اوكي الديناميك اللي معنا معه جادجت اللي بيجمد، بس ما بيأثر. ورفيقنا معلق، طيب نخسر كتير، فراح احط كولت مثل ما قلت لكم، فبيعطي اذا اجت كل الطلقات فيه بيعطي 1500 هيك شي، ومعهم اش الله يستر، معهم اش كتير قوي، بس كلهم رينج المتوسط رينج الضربة. اوكي تالت اش دمجت كتير، كبة لبعيد لأنه رح يجي يكسر. المشكلة بفرانك انه بكسر وانا بقدر اكسر. اوكي معنا بس انا بقدر اكسر. اوكي عاش كتير قوي، خاصة بس هيدا اللي عنده تنتلي بصير دمجه اعلى وكل شي فيه اعلى. اوكي حطوا جول وفرانك كسر. اوكي مستحيل نربح ضد هودي. اوكي كانت فاتت تعالت بيبي بس للاسف ما فاتت، انا كسرت جوا، كسرت الزاوية للشمال يمكن ما انتبهت، بس فرانك شكله حتقول. اوكي اش بور 7 وبوكو بور 8 وفرانك بور 10. صراحة من بعد ما صرت 10,000 تروفي اللي ضدنا صايرين عم يطلعوا كتير قوايا، اللعبة صايرة صعبة شوي. في مود البونتي منيح، بمود البونتي فرا حنجربه. حط بونتي. اوكي ان شاء الله يطلع معنا لعيب ومش ضدنا قوية. اوكي معنا سيرج منيح بس ضدنا امز. اوكي انا اخدت للنجم الزرقاء منيح. اوكي منيح فيني اعمل داش بقدر اهرب، هذا شي منيح بيه.
اوكي، لا لان احنا ربحانين فرق منيح. اوكي صراحة المنافسة مش كتير صعبة، بس انا متقت وامي السرمعة النجوم، فرح اجيها من هيدي الميلة احسن. هيك كم بدي احرقها بس ما انحرقت. نو، النت عندي بلش يصير مش منيح شوي. اوكي عم نحميها، دار الامز دار عم نحمي امز، ومش رح نقدر علين. اوكي كنا ربحانين رجعنا خسرنا. اكتر شي عنا رول بول كتير منيح، وفينا نحط بو، بس هيك بو بس هو رانك 20، ما بيأثر. انا بدي اربح وبنفس الوقت بدي خليه عندي بول كتير قوي رانك 21. انا مش عم وصل 25 لانه كتير صعب. انا كنت مفكر طارة ضد، طلعت طارة معنا. صراحة المنافسة اسهل مع بو، سيس بو منيح احسن. هيك خيي راحت جول. اوكي هلا 1-0 صراحة. ايه حسيت بو احسن، بس هو رانك 20 مش رح نستفيد. ما بعرف شو عم تعمل، ما بعرف شو عم تعمل شلي، بس مش عم تقتل، بس هيك عم تعمل مش عم تقوص، مش عم تقوص شلي، بس هي بور 10. ما بعرف شو عم تعمل. رح نلعب بعد ده. اوكي ضدنا تيك ونيتا وكولت. تيك رح يزعجنا كتير، وسمعنا اجر كتير منيح. اوكي تقريبا المنافسة مثل قبل شوي. اوكي اوكي خيي قتلها لنيتها. انا جبت كتير، صار عندي 6 ايموجيز زيادة للشخصيات البراولرز، بس ما على تيك، ما على بو، ما على بني، ما على كتير، بس مش عم بستخدمهم كلهم. انا اليوم بالسيزن بالتحديث الجديد اللي حطوه للعبة اعطونا بيم باك فري، فانا بالبيم باك طلع لي هيدا جديد وربحنا. اوكي رح نعمل بعد بلاي اجين لانه بو كتير منيح، وبعد ده بصير رانك 21. بصير عند شخصيتين رانك 21 او 3 شخصيات ناس، بس هالمرة منافسة اصعب. أسبوع عندي كتير منيح بيساعد.
انا بحط عندهم عشان يدمروا، عشان اول ما يعملوا ريسبون بكسروا. اوكي ما بعرف كيف ما فاتت، كان لازم تفوت بس اجت برا. اوكي لا لا لا، اوكي كلنا متنا. بعد في روزة ما بعرفش عم تعمل، تركتها تاخد الطابة، نحنا خسرانين. اوكي انا حاطة الالغام كانت على الطابة. اوكي شكلنا حطينا جول. اوكي على الجول الحاسم نشوف مين بحطه. انا صراحة بكل حلقة عم بطلب منكم تكتبوا لي اسم لعبة نلعبها جديدة غير الالعاب اللي عم نلعبها، هن باتل لاند وبراول ستارز. فبتمنى منكم تكتبوا لي بالكومنتات لعبة نلعبها غير باتل لاند وبرول ستارز، لأنه سنصير قناتنا منوعة ونستمتع أكتر. فاللي عنده لعبة حلوة تفيد القناة يكتب لي إياها بالكومنتس، أنا بقراها إن شاء الله ونلعبها بالقناة. وهلأ شكله حط جول. اوكي ابي اسير اول، كنت دول اول ده خسارة. اوكي اللي ضدنا بيبي وجيسي وبوكو. بيبي هي المشكلة. اوكي شكله نحطه جول. اوكي ضغطت الطابع على تكة. اوكي لا بس يرسب نوع تتدمر هون كل شي، كرمال هيك انا بحط الالغام عندن، مش كرمال يقتلون، كرمال بس يدعس عليا بتدمرن اللي قدامي بتفجر. اوكي راح ما جنب الطب، نسيتش اسمه اتجر بس ما بعتقد راح يحطه. انا اتبطأت، كبيت الطابة لبعيد. اوكي هلا المنافسة صعبة من ورا جيسي وبيبي، بوكو ما بحسه عم يعمل كتير. اوكي هجمة مرتدة كلهم مع بعض. احسن شي انه اجر بيسرع نفسه، هذا الشي الحلو فيه. اتكسرت عندهم بس انا حطيت اوتي هون ما بعرف ليه. اوكي على حظنا ما فاتت جول بس راح تصير اوفر تايم. اوكي حطوا جول، اول ما صرت اوفر تايم حطوا جول. رجعت خسرت 6 كؤوسة،
صراحة ما بعرف، مش عم يطلع لي شخصيات. انا ناطر بس البيج بوكس هيدا يجي بفتحه معكم بالحلقة الجاي. اوكي، فات معنا واحد بنشوف شو معه. اوكي، منيح، طلع من التيم. راح نحط شودان، طلع برا، نحط شودان. اوكي شكله مش معلقة، يمكن مع مستر بي كرو. اوه اوكي، ما شخصيات حلوة بس شكله معلقة. اوكي انت تصير فرند، انا عملت ريجكت لانه كثير عم يعملوا لي انفايت. بصير عندي معلقة، بصير تعلق. اوكي قتلته، بس راح مورت، شكله حد جول. اوكي مورتس معصب، لو حطيت افخاخ مرة تانية. اوكي قتلته بالافخاخ، كان دايما على الطابع عم حط افخاخي، ما بعرف ليش. اوكي منيح النصاب لانه كنا متنا، كان قتلنا. طيب راح كب، عمرار بحس حالي انه باللعبة بغلط. اوكي من ورا الافخاخ ساعدتنا نحن، اللي كنت حاططها اخرتهم لا يوصلوا. راح حط غيره. اوكي ما بعرف شو عم بصير بس خسرنا. اوكي راح نحط شو داون احسن، حمل لهيدي كيك، نلعب لحالنا انه بحس منيح كتير الشدان، بدها رينج بعيد. عمال عمر ردي. اوكي ان شاء الله اللي بالجاي ما يطلع كتير قوية. انا هذا الصندوق اللي تحت بقدر صيبه. اوكي حشرنا بالنص، ما قدرنا نعمل شي. مخي عنده بيت باور 5 وانا كمان عندي اياه باور 5، وما عم نربح ولا دق للاسف. فبس هيك بكون وصلنا الحلقة. اتمنى اذا عجبتكم حطوا لايك، اذا ما عجبتكم اعملوا ديسلايك، واذا انتوا جد على القناة اعملوا سبسكرايب لانه متأكد هالقناة رح تعجبكم. فبتمنى منكم تكتبولي بالكومنتس لعبة نلعبها جديدة عشان تصير القناة أكبر وفيها ألعاب أحسن. وإن شاء الله خلف الكواليس بخليلكم 26. والسلام عليكم.